السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. هذا كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اخواني اخواتي، القمه العربيه تميزات بجوج ديال الناس، بشار الاسد اللي غاب عليه هذه 13 سنه، وزيلينسكي رئيس اوكرانيا اللي حتى واحد ما كان كينتظر انه غادي يحضر وسط قمه العرب. لكن بالنسبه لسوريا، شنو هو الموقف ديالها من الوحده الترابيه المغربيه؟ وشنا هو الموقف ديال الجزائر من بشار الاسد ومن الرئيس فولودومير زيلينسكي؟ خلونا في هذا الفيديو هذا نفهموا الحكايه والروايه. اهلا بكم. تفتتحت البارح الجلسه الاولى ديال القمه العربيه في مدينه جده السعوديه، وكانت مفاجاه. زيلينسكي في الساعات الاخيره اعلن انه غادي يحضر، وبالفعل اختطف الاضواء من بشار الاسد. علاش اختطف الاضواء؟ حيت المفروض ممكن تقول ان بشار الاسد كان غادي يكون هو نجم القمه. علاش؟ لانه اخر مره حضرت سوريا القمه ديال العربيه كانت في ليبيا، هذه 13 عام بالضبط، في 2010. بشار الاسد استقبلوا محمد بن سلمان اللي استقبل في نفس الوقت زيلينسكي. وفي الحقيقة أنا في الاستقبال ديال محمد بن سلمان لزيلينسكي شفت فيه مباشرة إهانة للجزائر. علاش؟ محمد بن سلمان رحب بزيلينسكي وشكروا على الحضور ديالو قبل ما يشكر الجزائر على الرئاسة ديالها للقمة السابقة، حيث المفروض فداك بعد ديك الكلمة البروتوكول تيقول أن السعودية غادا تسلم رئاسة الجامعة العربية من الجزائر، لكن بن سلمان شكر زيلينسكي ورحب به قبل ما يرحب بالجزائر اللي هي رئيسة القمة إلى حدود ديك اللحظة اللي مازال كيتكلم فيها محمد بن سلمان. أسد حضر ورجع رسميا إلى القمة العربية. الموقف المغربي شنو هو؟ لاحظوا معايا أن الموقف المغربي أنه ما عارضش رجوع سوريا الى القمه العربيه، يعني ما عرقلهاش. والمغرب كانت عنده شروط، منها ان سوريا تهضر بلغه صريحه على الوحده الترابيه المغربيه، وانها ما تدعمش البوليزاريو. سوريا اعطات اشارات انها قبلات الشروط المغربيه وشروط دول اخرى، حيت ماشي غير المغرب اللي عنده شروط، شروط عند الكويت، عند قطر، اللي الرئيس ديالها غادر القمة قبل ما يجلس يتصنت الكلمة ديال بشار الأسد، يبين على موقف أنه مازال ما تصالح مع الأسد، رغم أنه صافح الأسد، الأمير تميم ديال قطر صافح بشار الأسد وسلم عليه. فسوريا كانت عطات إشارات أنها ممكن تقبل الشروط، لكنها ما دارت حتى شي حاجه، الا ان الحضور ديالها لجده. ومنين كتشوف سوريا الرباط، منين دمشق كتشوف الرباط، شنو كتشوف؟ كتشوف دوله ما عرقلاتش الرجوع ديالها الى حضن جامعه الدول العربيه. ومنين الرباط كتشوف دمشق، كتشوف انه دوله كتسنى منها موقف، كتسنى منها تخرج رسميا وتهضر على الوحده الترابيه ديال المغرب، كما الجامعه العربيه هضرات على الوحده الترابيه ديال البلاد العربيه كلها. وهضرات دائما الجامعه العربيه كتقول لك حنا مع الوحده الترابيه ديال جميع الدول العربيه، تيقولوها كيصرحوا بها. لكن سوريا بالضبط المغرب كيتسنى منها موقف، حيت ما نساوش ان سوريا كانت فاتحه المكاتب ديال البوليزاريو في دمشق، وكان واحد الوقت سدهم بشار الاسد مور ما تلقى مع الملك محمد السادس سنه، باش تلقى الملك محمد السادس مع بشار الاسد. فالمغرب كيتسنى موقف صريح من سوريا. سوريا رجعت للجامعه العربيه رغم انها بصراحه ما كانش متحمسه، وما كانش عندها مشكل ما ترجعش ليها، بل هناك اطراف عربيه هي اللي طلبت منها ترجع. الجزائر مثلا كانت متحمسه بزاف وكانت عراب رجوع سوريا الى الجامعه العربيه، والجزائر طبعا حليف ديال ايران،
ورجوع سوريا إلى الجامعة العربية هذه رغبة إيرانية وأجندة إيرانية، كما أن السعودية منين ضغطات ورجعات سوريا الجامعة العربية واختطفات الملف ديال سوريا من الجزائر، حتى هو نتيجة للصلح والتقارب السعودي الإيراني. 100% كان توافق ما بين السعودية وإيران أن إيران غادا تهضر مع الحوثي ويوقف العمليات ديالو إطلاق النار وإطلاق الصواريخ على السعودية، والسعودية تعهد إيران أنها تساعد على إرجاع سوريا إلى الجامعة العربية. هذا اتفاق وارد جدا. هذا السؤال، واش هذا الشيء طرا؟ إلا أنه وارد جدا أن هذا هو الاتفاق ما بين السعودية وإيران، باش على الأقل إيران ضمن توقف العدوان والنيران والصواريخ الحوثية على الأراضي السعودية. لكن المغرب وسوريا، لاحظوا معي، الأمير مولاي رشيد في القمة، في افتتاح القمة، ما قال حتى شي كلمة، ما قالش كلمة، ما كانش لقاءات ثنائية، فهي زيارة مودة ومجاملة القمة العربية ومجاملة للسعودية من طبيعة الحال. وأهم حاجة أن المغرب ما دارش العصا في الرويضة. لاحظوا نقطة أخرى مهمة، في الوقت اللي العرب مجتمعون في القمة العربية في جدة، الملك محمد السادس راه داير لقاء حكومي مع الحكومة وكيناقش أمور البلد. حتى هذه رسالة مهمة من عند المغرب. حنا جينا عندكم ما عرقلناش رجوع سوريا، صفتنا التمثيل ديالنا على اعلى مستوى، الامير مولاي رشيد اخو الملك، لكننا في نفس الوقت هضروا نتوما، خدموا نتوما، حنا انا هنا راني ما مشتغلش بكم، ما كنشوفكمش في التلفازه، ما كنتابعكم شنو كديروا. عندي قضايا محليه ملحه ومهمه وكنعطيها الاهميه ديالها. نتوما معكم خويا الامير كيهضر معاكم وزاركم، واهم حاجه ما درناش لكم العصا في الرويضة. هذه هي الرسائل الدبلوماسية الراقية المغربية، رسالة لسوريا ورسالة للجامعة العربية. كتشوفوا الموقف المغربي، ما درناش عصا في الرويضة، ما عندناش مشاكل مع سوريا، الشرط الوحيد اللي عندنا ان سوريا تنسى الماضي ديالها مع البوليساريو وتبعد على الدعم ديالها، وكذلك تعترف بالسيادة المغربية. خصوصا ممكن نشدو سوريا من كلامها. اشنو قال الرئيس بشار الاسد؟ شنو قال؟ شنو هي الكلمه ديالو؟ شنو هي الفكره المركزيه ديال كلمه بشار الاسد؟ فكرتين تقريبا، ان هذه فرصه جديده، وان هذه انطلاقه ديال مرحله جديده للعمل العربي، العمل ديال الرؤساء والملوك، انهم يوحدوا الكلمه ديالهم من اجل تصفير الازمات في الوطن العربي. وكنعرفوا كاين ازمات خطيره، كاين الازمه الليبيه، كاين ازمه جديده في السودان اللي غدا وكتكبر وغدا وكتطور، وبدات على اساس انها حرب اهليه. هادو ملفات كبيره من طبيعه الحال، لكن كما قلت ممكن نشدوا بشار الاسد من كلامه انه كيقول لنا هذه مرحله جديده وانها فرصه تاريخيه. ايوا يا بشار، خذها، نخدموا على اساس انت والمغرب، نخدموا جميع على اساس انها فرصه تاريخيه ومرحله جديده ديال العلاقات المغربيه السوريه، اللي عنوانها رفع اليد السورية على دعم البوليزاريو واعتراف واحترام سوريا للسياده المغربيه. تحترم السياده المغربيه، المغرب ما كيطالب سوريا تجي دير قنصليه من طبيعه الحال، ممكن واحد النهار، لكن هذا ماشي مطلب. الا انه شنو هو المطلب؟ هو رفع الدعم ورفع اليد على مساندات ودعم البوليساريو بالمال ولا بالسلاح ولا بالسياسه ولا باش مكان. رفع يديك على البوليساريو واحترم السيادة المغربية، حيث البوليساريو الهدف ديالها هو الإضرار بالسيادة المغربية، واللي موراها دولة الجنرالات اللي باغا
من طبيعة الحال تقسم المغرب على جوج، خصوصا أن سوريا قبل ما يجيب بشار الأسد لقمة العرب راه عطى إشارات أنه ما عندوش مشكلة مع الشروط العربية، إذا ما عندوش مشكلة مع رفع الدعم ويرفع يديه على البوليزاريو ويحترم السيادة المغربية. هذه سوريا عطات إشارات، والبعض فهم أن سوريا قبلات شروط المغرب، لكن حد الآن سوريا مازال في المنطقة الرمادية، مازال ما خرجت بها إلى العلن، مازال ما قالتهاش. إذن الموقف السوري مازال حد الآن ضبابي بخصوص السيادة المغربية وبخصوص علاقات سوريا مع البوليزاريو اللي دائما كانت كتشجع عليها دولة الجنرالات، وهي أصلا اللي عرفتهم مقدمات لهم البوليزاريو، أجيو شوفوا هاد الناس هادو باغيين يتحروا دعمهم، راه حتى هما اشتراكيين وشيوعيين وعندهم تعاطف مع المبادئ ديال الحزب البعثي، على أساس أن هذه كلها أفكار يسارية اشتراكية شيوعية، ومعروف الحق ديال الشيوعيين على الأنظمة الملكية. الشيوعيين هما اللي عدموا الملوك، نقلبوا على الملوك، قطعوا الروس ديال الملوك، شنقوا الملوك بحال كيما داروا الشيوعيين في العراق مثلا. إذا هادشي اللي كيتسناه سور المغرب من بشار الأسد، وبشار الأسد من طبيعة الحال راه كيشوف كلشي بعينيه، وكيشوف كيفاش أن المغرب ما نهائيا ما دار حتى شي حاجة، ما اعترضش، ما عرقلش، ما دارش العصا في الرويضة. عجبتني واحد المنظر زوين، لكن أغاض وأنا متأكد بأنه أصابت بون بالجنون، هو من يسلم محمد بن سلمان على بشار وكثر من هذا عانقه. هذا المنظر أنا متأكد أن تبون وشنقريحة إلا مازال ما عندهم الشعر في الحقيقة، كون كان عندهم الشعر كل الكرة ينتفوه. محمد بن سلمان كيصافح بشار الأسد وعنقه، علاش من طبيعة الحال هذا المنظر غادي يحمق شنقريحة وغادي يحمق تبون، لأن تبون كيشوف راسه هو اللي كان المفروض يسلم على بشار ويعانقه ويدخله ويرحب به مرة أخرى وسط الجامعة العربية. كان عارفون تبون دار المستحيل باش تكون أثناء وخلال القمة العام اللي فات يكون هو اللي كيلعب هذا الدور، هذا اللي كيلعبو دابا بن سلمان، ونفس الدور اللي كيلعبو بن سلمان في استقبال زيلينسكي حتى هو حمق الرئاسة وصانع القرار في الجزائر. كنعرفوا ان غير تعلن ان محمد بن سلمان وجه دعوة لزيلينسكي وان زيلينسكي حاضر في القمة، قبل ما تبدا القمة يعني نهار الخميس، الصحف الجزائرية كتهاجم محمد بن سلمان ودايرين التصاور ديالو وجايبين جمال خاشقجي وكيذكروه بجريمة جمال خاشقجي، علاش جبتيه، ما عندكش الحق، خرجنا على الحياد العربي، هادشي غير معقول، ما خصوش يجي. منذ متى القمة العربية كتعرض على الرؤساء في الحقيقة؟ علاش الجزائر بالفعل ما عجباش الحال وخرجت الجرائد الجزائرية ومواقع التواصل وإعلام الجنرالات كيهاجم وكيطاول على السعودية وكيهاجم محمد بن سلمان شخصيا؟ علاش؟ لأن تبون عبد ديال بوتين، لأن تبون غادي يمشي الشهر الجاي لروسيا وعارف أن بوتين غادي يحاسبو ويقول ليه شكون تي كدير تما؟ علاش صيفطتي بن عبد الرحمن رئيس الوزراء؟ كنتي تقاطعوها؟ علاش جلستيو مع زيلينسكي؟ لذلك خرج كينتفض الإعلام ديال الجنرالات باش هكا يطمئنوا تبون ان احنا ما عندنا حتى علاقه بحقيقه ان زيلينسكي حضر القمه ديال الجامعه الدول العربيه. زيلينسكي في قمه العرب، نتسالوا شكون اللي جابو وعلاش جا؟ اولا ملاحظه مهمه جدا، زيلينسكي جا في طائره فرنسيه، هو اصلا كان في اوروبا، جاب طائرة فرنسية لجدة، ومن جدة هو دابا راه وصل لهيروشيما في نفس الطائرة الفرنسية الحكومية. علاش طائرة فرنسية؟ هو أوكراني، طائرة فرنسية جابها لجدة ومشى بها لهيروشيما في اليابان، وطبيعة الحال شكون اللي راصدو وحاضر التحركات ديالو؟ روسيا. أولا زيلينسكي جا في طائرة فرنسية
من أجل الحماية الفرنسية والدولية والعالمية. انتبه، راني في طائرة فرنسية، وكتعرف روسيا أنها إلى ضربت هذه الطائرة ومن السهل ترصدو، غير صدو طائرة خارجة من جدة غيعرفوا كيفاش يرصدوه، وخصوصا أنه قال من تما غيمشي نيشان لهيروشيما، وراه وصل لهيروشيما. إذن كان من السهل استهداف ديالو بصاروخ روسي. لكن منين ركب في طائرة فرنسية، كتعرف روسيا أنها إلى ضربته في طائرة فرنسية فهي أزمة دولية، وغادا تكون هي الظالمة وهي اللي عليها الغلط، واحتمال تكون انطلاقة ديال الحرب العالمية الثالثة. ماشي ضحك وماشي لعب، على الأقل أزمة خطيرة ديال روسيا. إلى دابا العالم كيدينا على أنها احتلت أوكرانيا، العالم غايدينها ضربها في 100، هتكون في موقف خطير. إن هادشي علاش أولا زيلينسكي جا في طائرة فرنسية. ثانيا، شكون اللي وجه الدعوة لزيلينسكي رسميا؟ وللوهلة الأولى بدون تحليل بدون تعمق كتقول السعودية عيطات على زيلينسكي، على هي اللي وجهت ليه الدعوة. على السعودية درت هكا؟ قال لك سيدي سببين. السبب الأول أن هذا دليل على أننا كاينة جهود من أجل حل الأزمة الروسية الأوكرانية، بما أننا في الجامعة العربية، الوساطة العربية بين الأزمة الروسية والأوكرانية. نعم، حاولوا العرب يتوسطوا لكن ما وصلوا حتى شي حاجة. حاولت الصين، العالم كامل حاول، ما وصلوا حتى شي حاجة. حاولت الأمم المتحدة، ما كاينش رغبة أصلا. السبب الثاني كيقول لك اودي هذه السعودية بغات دير توازن، أنني جبت هنا بشار حليف روسيا، وغنجيب زيلينسكي حليف الغرب باش ندير توازن. هذا رجل روسيا وهذا زيلينسكي رجل ناتو والغرب وامريكا، غادي ندير توازن ونبان انني بالفعل في الوسط، لا مع هذا ولا مع هذا، خصوصا ان السعودية عندها علاقات تاريخية مع الغرب وعندها دابا تحالف مع روسيا والصين. اذا خلينا نديرو توازن. في الحقيقة يبدو ان لا هذا ولا ذاك، لا هي رغبة سعودية جابته باش دير توازن، ولا رغبة سعودية باش تبين الوساطة وتقول انها حيادية. حيت ما نساوش ان رسميا ديك الدعوة ديال السعودية هي ماشي دعوة ديال الجامعة الدول العربية. نعم، هي السعودية بالفعل محمد بن سلمان هو اللي طلب من زيلينسكي يجي، لكن كلمة زيلينسكي، الكلام اللي قالو زيلينسكي كيبين لك شكون اللي موراه وعلى الشيء. خلينا نشوفوا الكلمه ديال زيلينسكي شنو قال في النقاط المهمه ديالها، ونعرفوا على الجي وشكون اللي موراه وشكون اللي حطوه تما، شكون بالفعل اللي ولا بلغه اخرى شكون اللي فرضوا، شكون اللي فرض زيلينسكي في القمه العربيه. زيلينسكي جا وقال كلمه فيها 10 دقائق، اطول كلمه هو اللي جا قالها، اطول كلمه، داك الصوت ديالو تيهضر ولغه انجليزيه ركيكه جدا. هضر قال لك اودي حنا ما بغيناش الحرب وتفرضت علينا هذا، وكذب بزاف د المرات، كذب ملي قال لك ما عندناش اسلحه بحال اللي عند الاسلحه الروسيه. هذه كذبه، عندك اسلحه اكثر من الاسلحه الروسيه، بدليل ان اليوم السبت في هيروشيما في القمه ديال الدول السبع الاكثر تصنيعا في العالم، ايوا زيلينسكي تلقى احسن خبر يسمعه في حياته، ان امريكان بدات مع دارت واحد الاجتماع مع الدول السبع الاكثر تصنيعا في العالم والناتو، وقرروا يدربوا الاوكرانيين على استعمال طائرات الاف 16 الامريكيه. اذا من هنا الاسابيع ولا الشهور المقبله الجيش الاوكراني غادي يولي يحارب روسيا بطائرات الاف 16. اذا ما تجيش عندنا عند القمه العربيه يا زيلينسكي وتقول انك ما عندك السلاح. جاء قال لك اودي بغيت من النقاط اللي قال انكم بغيتكم تدعموا المبادره ديال السلام الاوكرانيه، وقال لهم راه من هنا شويه غتسلموا العشرات النقاط ديال السلام ديال مبادره السلام الاوكرانيه. هذه كذبه، اوكرانيا ما عندهاش مبادره ديال السلام، ما بغاش السلام، بالعكس كانت عارفه اوكرانيا شنو بغات، انها ما كاينش السلام. بالعكس اوكرانيا معروفه القصه،
شاركت في هذه الحرب هذه. نعم روسيا غزاتها ودخلت للتراب، ما كانش تحت الأوكرانيا، إلا أن هذا الشيء دار برغبة أوكرانيا. زاد كذلك كيلعب على واحد، كيلعب على العاطفة، قال لهم بعدها لام، قال لك أنا ألوم بعض العرب، لام واتهم بعض الزعماء العرب أنهم غير كيتفرجوا في روسيا وما ما ما كانش إدانة على التصرفات ديال روسيا في أوكرانيا. ايوا المفروض زيلينسكي تقول كذلك ان انت كتلوم تصرفات اسرائيل في فلسطين مثلا، حيت جيتي لقمه جامعه الدول العربيه وقال لهم خصكم تساعدونا باش هكا نخرجوا السجناء اللي عند روسيا والاسرى اللي عند روسيا. ايوا راه فلسطين عندها سجناء واسرى في السجون الاسرائيليه، بالاحرى كان يهضر عليهم حتى هما، هضر على الاحتلال، قال لك حنا ما بغيناش الاحتلال وحنا ضد الاحتلال وغنقاوموا. ايوا راه فلسطين كتقاوم الاحتلال، وحتى هي جامعه الدول العربيه راه الكلمه الختاميه انهم ضد القضيه المركزيه ديال الدول العربيه، القضيه الفلسطينيه وضد الاحتلال وادانوا التصرفات الاسرائيليه. اذا كان المفروض زيلينسكي في القمه جامعه الدول العربيه يضم الصوت ديالو للصوت ديال فلسطين في قلب جامعه الدول العربيه، ما دارش هادشي. شنو هو الوتر اللي عزف عليه؟ الوتر الاسلامي، وجاب معاه باش قال لهم ها هو راه جالس مورايا زعيم تتار القرم المسلمين من طبيعه الحال مصطفى جاميلوف، قال لهم ها هو راه معايا، وتيهضر على انه راه عنده المسلم، عنده كاينين المسلمين تما. ايوا راه كاين المسلمين عندنا، راه كاينه ازمه في ليبيا، كاينه ازمه في السودان، قتال وتقاتل، المسلمين في المغرب راه كيعانيو من 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 ان الجار مسلم واحد اخر حتى هو باغي يفصل، باغي يقسم النص ديال المغرب ويدير دوله مسخ، وكيهدد الوحده الترابيه المغربيه. كاينه بزاف العالم الاسلامي عطاله. ثم اوكرانيا ماشي دوله اسلاميه، اوكرانيا ليست دوله اسلاميه، المسلمين كاين في القرم، كاين حتى في روسيا، كاين كيرغستان، كاين في تشيتشنيا، كاين في جميع دوك الجمهوريات الاسلاميه السابقه، افغانستان، اوزباكستان، اسيا الوسطى كلها مسلمين. اصلا دوك التتار والناس الشعوب اللي اصلها الشعوب ذات الاصول التركيه تقريبا كلها شعوب مسلمه. زيد عليها ان زيلينسكي قال لهم تبغيو تهضروا مع اوكرانيا هضروا معنا مباشره بدون وسطاء، وقال انه كيرحب بالاستثمارات العربيه. هذه النقطه الخطيره اللي قال ديال هضروا معنا مباشره، هنا كان بيت القصيد، هنا بيت القصيد. علاش مباشره؟ من اجل الدعم، باغي السلاح، باغي الفلوس، وراه وصلت اصلا مئات الملايين الدولارات اموال الخليجيه وصلت لاوكرانيا. هنا بيت القصيد. شكون اللي حط زيلينسكي وسط القمة العربية؟ ما كنظن السعودي. أتصور أن أمريكا والغرب والناتو هو اللي فرض زيلينسكي في القمة العربية. علاش؟ جوج الحوايج تقريبا ثلاثة. علاش؟ نقاط أساسية. علاش ملي كان فرضات زيلينسكي في القمة العربية؟ رقم واحد، المال الخليجي، الدعم المالي الخليجي، سواء غادي يكون سري، غالبا سري او في جزء منه في العلن، لكن دعم المال الخليجي. بحال ملي كانت الحرب بالوكاله بين الامريكان وروسيا في افغانستان، شكون اللي كان تيصرف المال الخليجي؟ الحرب العراقيه الايرانيه، المال الخليجي. اذا الامريكان والغرب والناتو بغاو الخليج على اساس انها كاينه طفره نفطيه وكاين الفلوس، هما اللي غيمولوا هذه الحرب هذه، هما اللي غيوليو يشريو السلاح لاوكرانيا وماشي خاطرك. اذن هالاولى. ثانيا روسيا، ثانيا الميريكان فرضت زيلينسكي وسط القمه العربيه باش هكا ليشق اي تقارب عربي روسي. جبتي العدو ديال روسيا وحطيتيه في القمة العربية من أجل ما يبقاش تقارب روسي عربي، وضرب جميع العلاقات الروسية العربية، حيت جبتيه وكيهضر أمام الجامعة العربية
والسيد عنده مطالب وكاع كيلومهم وكيلوم بعض منهم. ما درتيوش بزاف، ما هضرتيوش علينا، ما تكلمتيوش. بالعكس البلاد العربيه في الحياد لا هي مع روسيا ولا مع اوكرانيا، وبالعكس البلاد العربيه في الامم المتحده الكثير منها صوتوا وقالوا لروسيا وطالبوها انها تخرج من اوكرانيا بما فيها المغرب. الدوله الوحيده في العالم العربي اللي كانت كتصوت دائما مع روسيا في الامم المتحده وضد قرارات الامم المتحده هي سوريا. هو بشار الاسد حليف وتابع 100% ديال روسيا بسبب الظروف ديالو بطبيعه الحال، ظروف الحرب اللي كان كيشنها على الشعب ديالو، داك القمع الوحشي اللي بشار الاسد قمع الشعب السوري وساعدوا السلاح الروسي بطبيعه الحال قمع الانتفاضات السوريه. وبالمناسبه السعوديه براسها راه كانت من الدول اللي دعمات المعارضه السوريه، وكنا شفنا عادل الجبير وزير الخارجيه السعودي السابق اللي كان قال ان بشار الاسد غيمشي فحالو غيمشي فحالو، مساله وقت. مازال تشوفوها في الانترنت، قال بشار الاسد رايح غادي في حالته، مساله غير ديال الوقت. اذا حتى السعوديه راه كانت في البدايه ديال الازمه والثوره السوريه وما يسمى بالربيع العربي كان ضد بشار، لانه شافت القمع الوحشي واسلوب الهمجي اللي تعامل به مع المعارضه السوريه. فالحليف الوحيد تما الحقيقي ديال روسيا هو بشار الاسد. فاذا هذه هي اسباب حضور زيلينسكي للقمه العربيه. المال العربي، المال الخليجي بالضبط، ماشي المال الخليجي، وثم انه يخسر ان الغرب تخسر العلاقات الروسيه العربيه، حيت جبتي لي العدو ديالو، خصوصا ان هناك نظام عالمي جديد يتشكل، باغي طاقه جديده، باغي يزيد يسيطر على العالم، قوانين جديده، انظمه جديده، وما باغيش حاجه سميتها تعدد الاقطاب. نظام عالمي باغي يكون هو المسيطر وتكون عنده اليد المهيمنه على العالم. هذا النظام العالمي الجديد كاين جوج السيناريوهات اللي غيتفرض بها، اما قبل الحرب، ملي كنقول الحرب كنقصد الحرب العالميه الثالثه، بمعنى مع استسلام روسيا، تسلم روسيا لهذا النظام العالمي الجديد اللي قدامنا كيتصاوب، والا السيناريو الثاني بعد الحرب، يعني بعد الحرب العالميه الثالثه مع هزيمة روسيا بطبيعة الحال واستنزاف روسيا والقضاء على روسيا وبزوغ هذا النظام الجديد اللي بأنظمة جديدة وقوانين جديدة وكيتحرك بطاقة جديدة. علاش؟ لأن هذه الحرب هذه دارت باش هو تستنزف روسيا، وهذه الحرب هذه حتى واحد ما باغيها تسالي. إذا ملي كيجي زيلينسكي كيقول لنا درنا كل شيء وعندي نقاط، وعندي نقاط من أجل السلام ومبادرة السلام ديال اوكرانيا ذات العشر نقاط، ما كاين حتى شي حاجة سميتها مبادرة السلام لا اوكرانيا ولا ديال دولة أخرى. بالعكس الغرب باغي إطالة هاد الحرب تطول شحال ما طالت، حيت الهدف ديالها هو استنزاف والقضاء على روسيا نهائيا وأبدا، تدمير روسيا كما حاولوا في محطات عن طريق حروب بالوكالة، حرب اسيا الوسطى، حرف افغانستان، القرن الافريقي، ما نجحتش القضيه. اذا دابا جاء الوقت اننا بالفعل ندمرها، سواء بحرب استنزاف طويله او لا بالحرب الحقيقيه الشامله والكامله اللي هي الحرب العالميه الثالثه. نسال الله انه يجنبنا الحرب العالميه الثالثه اللي كل الشواهد كتقول ان غادين ليها، حتى واحد ما باغي السلام، إما استسلام روسيا وإما هزيمة وتدمير روسيا عن طريق الحرب العالمية الثالثة. إخواني أخواتي، أرجو أن الفكرة وصلت. إلى عندكم شي آراء أخرى قولوها لنا عفاكم، فكتبوها لنا في التعليق ديالكم ناقشوها ونتعرفوا نتعرفوا عليها. إلى عندكم تفسيرات أخرى على شكون اللي عرض على زيلينسكي وعلى جا وعلى القضية ديال تدمير روسيا والحرب العالمية الثالثة، هذا لا يعني انني كنتفق مع احتلال روسيا لاوكرانيا. تدمير مخطط تدمير روسيا شيء
وروسيا والغزو ديالها اللي انا كندينو اللي هو ما كيتفق مع حتى شي واحد صوره اخرى. اذا الحرب العالميه الثالثه ومشروع تدمير روسيا صوره، وروسيا ودخلات اوكرانيا واحتلت اراضي اوكرانيا هذيك صوره اخرى، من طبيعه الحال سلوك مدان. اخيرا كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.